احيانا عنده ارتجاع، ممكن نعمل له حاجه تحل له المشكله دي وتحل له مشكله السمنه المفرطه لاول مره. اسلوب جراحي في التعامل مع النقطتين دول. جراحات السمنه تقدمت الى مرحله عظيمه جدا. هل هناك رؤيه جراحيه لحل هذه المشكله؟ الحلوه ما بيكملش، كل حاجه بيبقى عليها نقد اكيد. ولو حد قال لك ان في حاجه في الدنيا كامله، الله هو الكامل وما عداه ناقص. احنا وظيفتنا كجراحي سمنه احنا نطور ادائنا كل فتره عشان نقدر نوصل لمعدلات امان اكتر. والحقيقه رائد التطوير في هذا المجال دكتور برازيلي اسمه دكتور سانتورو. عمليه قلما تجرى في الوطن العربي والشرق الاوسط، عمليه تكميم المعده مع تحويل المسار ثنائي التقسيم. ثنائي التقسيم، انا جمعت مميزات الاثنين وتفاديت عيوب الاثنين. تكميم المعده عمليه ضغط جواها عالي، احنا لما وطينا الضغط جوه المعده استفدت ثلاث حاجات. تضمن للعمليه ديورابيليتي، تحويل المسار الناس لازم تاخد فيتامينات مدى الحياه. اللي يقول غير كده يبقى بيهرج. فالاكل يقسم نفسه الى تلتين في الفتحه الطبيعيه وتلت في الفتحه الصناعيه، وسميت ثنائي التقسيم. الاستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم، استاذ جراحات السمنه والسكر والمناظير والاورام بكليه الطب جامعه عين شمس، استاذ بقسم جراحه السمنه والسكر بكليه الطب جامعه عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنه IFSO، عضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه. اهلا بكم. احنا بصدد النهارده الحوار عن وبائين. كلمه وباء يا جماعه كلمه مخيفه جدا في الطب. وباء تعني انتشار مرض ما بطريقة واسعة التأثير أو واسعة الانتشار، ووجود مؤثراته بشكل واضح جدا في المجتمع. الوبائين دول كان دايما كلمة وباء بتطلق مثلا على الجدري، بتطلق على الطاعون، بتطلق على الحمى القرمزية، بتطلق على عم الواد المتصدع. لكن أنا بتكلم على وبائين في منتهى الخطورة، السمنة والسكر. تقول لي هو السمنة دلوقتي وباء؟ اه وباء. السمنة والسكر وبائين؟ اه وبائين. وباء لأنه لو اتكلمنا على السمنة تحديدا في المقام الأول هي وباء، لأنه عملية انتشارية أو مرض بانتشاره بيكون بالعدوى. العدوى المجتمعية. النهارده احنا بنتكلم على ناس بتاكل فاست فود في المطاعم، بتعزم بعض، العيلة بتعلم بعضها، الأم بتعلم ولادها، الولاد بيعلموا أصحابهم، والصحاب بيعلموا أصحابهم، كله بيعلم بعضه يروح ياكل فاست فود في المطعم ده. ده وباء. كله بيعلم بعضه إنه ياكل سكر كتير وفي حلويات ومش عارف إعلانات في كل حاجة، كل سكريات كل سكريات كل سكريات، كل فاست فود هاتهم ديليفري، ما تحركش كتير هاتهم ديليفري، جيب كل. ده وباء. الوباء ده عدى مرحلة السيطرة، وصل لمرحلة مخيفة. قد ايه المرحلة مخيفة؟ الحلول الناجعة والناجحة والمباشرة للتصدي لهذا الوباء هي ايه؟ ده اللي هنفهمه النهاردة. النهاردة مش هنقوم الا ما نفهم ازاي نتصدى لهذه التوأمة من وبائين الاثنين كل واحد فيهم بلوى سودة بمنتهى البساطة، السمنة والسكر. ضيف العزيز طبعا القيمة العلمية الكبيرة وأستاذ الأساتذة في عالم جراحات السمنة والمبدع دائما، الكاريزما الخاصة في الشرح اللي بنفهم منه تفصيليا حاجات كتيرة مهمة جدا في عالم جراحات السمنة، الأستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم. أهلا بيك يا دكتور. أهلا دكتور أيمن، مساء الخير. وحشي، مساء الفل. الله يخليك. النهارده هنتكلم ببساطة كده وزي ما بيقولوا يعني للناس البسطاء، هي سمنة وسكر وباء صحيح ولا أنا بلغت؟ أنا هبتدي الحلقة من الكلام الجميل اللي حضرتك قلته من شوية، إن السمنة والسكر النهارده بقوا وباء بيجتاح العالم. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت إن كلمة وباء هي كلمة مخيفة، يقول لك وباء الجدري، وباء الكوليرا، وباء الحمى الكذا، وباء كذا، وباء كذا، فبقت وباء. وأصبحت الوسائل التقليدية
في علاج السكر والسمنة غير كافية لوحدها، وأصبح التدخل الجراحي بيسموه إذا ماست، أو يعني بنسميه ضرورة يقتضيها الواقع للتعامل مع هذين الوبائين زي ما حضرتك قلت. ويمكن كلمة وباء أعظم من كلمة مرض. السمنة والسكر وبائين يمكن التعامل معهم جراحيا، ونصل فيهم بإذن الله إلى نسب شفاء تقترب من 100%. وقلنا قبل كده إن السمنة يمكن التعامل معها بالنظام الغذائي والرياضة إذا كان الوزن لم يتعدى 30 أو 40 كيلو فوق الطبيعي. إذا وزن لم يتعدى 30 أو 40 كيلو فوق وزنه الطبيعي، أنا بعرف وزن الطبيعي ببساطة، في الرجالة أطرح 100 من طولي، أو في الستات أطرح 105. بمعنى لو راجل طول 170 المفروض وزنه 70 كيلو جرام، ولو ست طولها 170 المفروض وزنها 65 كيلو جرام. إذا عديت 30 أو 40 كيلو دايما زي ما سميتها قبل كده طريق ما منوش رجوع، صعب العين يرجع. وبالعكس القصة الحزينة بتاعت الرجيمات إن أنا أنزل 5 كيلو ومرجع 7 كيلو، العين بييأس أنزل 7 كيلو أرجع 12 كيلو، دي قصة بقت حزينة. وأكيد كل المرضى دلوقتي كلامي ده بيمس قلبهم في اللي أنا بقوله ده. فأصبح التدخل الجراحي هو التدخل الحاسم والقاطع لإنهاء هؤلاء الأوبئة. الحاجة التانية ان من فضل الله ان مرض السكر النهاردة 95% من مرض السكر قابل للشفاء، وهو النوع التاني من السكر. يمكن شوية المرضى اللي حظهم قليل هو مرضى النوع الاول من السكر اللي بيكون له اسباب مناعية ووراثية وحاجات زي كده، وده يبتدي غالبا في سن الاطفال الصغيرين الا اذا كان مصحوبا بسمنة مفرطة، ودي بتقابلنا كل فترة ان الاقي نوع اول معاه سمنة فبنعمل له عملية للسمنة فبيتحسن، في حين ده لو كان من النوع التاني ممكن يخف بإذن الله. والنهاردة من فضل الله جراحات السمنة تقدمت جدا جدا، والسكر لسببين كبار جدا. أولا سبب شخصي وسبب تكنولوجي. السبب التكنولوجي هي تقدم المناظير والآلات الجراحية والخيوط الجراحية والدباسات الجراحية في التعامل. حصل ثورة دكتور أيمن في التعامل مع هؤلاء الأمراض. ويمكن الدباسات اللي بنستخدمها في إجراء عمليات السمنة بيقولوا النهاردة إن هي بقت ثالث أهم اختراع في 100 سنة الأخيرة في الطب. أول أهم اختراع كان المضادات الحيوية. تاني أهم اختراع تخيل كان محلول معالجة الجفاف اللي هو بيدوه للأولاد لما يجي لهم نزلات معوية، طبعا مش عشان هو حاجة صعبة بس علشان هو أنقذ ملايين الأطفال على مستوى العالم. طب تالت أهم اختراع في تاريخ الطب في 100 سنة الأخيرة هي الدباسات الجراحية اللي بنستخدمها في إجراء عمليات السكر والسمنة اللي أنا ماسك مثال لها دلوقتي قدامي قدام عينيا قدام السادة المشاهدين، وهنتكلم عليها بعد شوية. الحاجة التانية التقدم الشخصي. النهاردة وبكل فخر بقول لحضرتك بقى على مستوى العالم في جراحين، يعني اقول لك مش لاقي كلمة تعبر حقيقة، انا ما بقابلهم في المؤتمرات، في جراحين اللي هو عارف يقول لك تلف ايديهم في حرير، وناس ديفوتد يعني ناس وهبة نفسها الجراح لمريض السمنة وإلى مريض السكر، وليل نهار أبحاث وبيبرز وشغالين واختراعات ودباسات ومصانع وتطور. حاجة ثورة. يمكن السكر والسمنة هي أكتر مرضين حصل لهم ثورة جراحية في الفترة الأخيرة، وقدر الحمد لله عندنا النهاردة بدائل من العمليات. ودايما تعرف الجراح اللي هو اللي تثق فيه لما يقعد قدامك وتقول له أنا عندي سكر أو عندي سمنة ويديك بدائل من العمليات وبدائل من الاختيارات، ده غير جراح العملية الواحدة. الجراح الشاطر لازم يكون بيجري كل العمليات، والنهاردة بقى عندنا 3 عمليات كبار خلاص بقوا أساس في العالم كله، اللي هي تكميم المعدة، تحويل المسار المصغر والكلاسيكي، وعملية تجمع الاثنين مع بعض اللي هي التكميم مع تحويل المسار ثنائي التقسيم. طيب احنا عندنا النهاردة نظري وعملي، نظري وعملي. تمام. العملية هيتعامل او هنشوف فيه ملخص لحالات عديدة بتجارب عملية مميزة للغاية، هنسمع منها كلام مهم جدا. لكن الأول ما بين كل عملية والتانية هاخد حالة، يعني هشوف حالة.
تمام. هبدا الاول بتكميم المعده. تكميم المعده هي العمليه الاوسع انتشارا، اكثر عمليه في العالم دلوقتي من عمليات السمنه المفرطه. لو سعادتك سالتني دكتور ياسر حط عنوان لكل عمليه من العمليات، لو قلنا مثلا تكميم المعده هي المعيار الاشهر لعلاج السمنه والسكر في العالم، تحويل المسار المصغر هي المعيار الذهبي لعلاج السكر والسمنه في العالم، عمليه تكميم مع تحويل مسار ثنائي التقسيم هي معيار الفخر والنضج والعظمه في عمليات السكر والسمنة على مستوى العالم. حقيقة انا بعتبر الثلاثة ولادي وكاني بتكلم بكون بتحب اولادك كلهم زي بعض، فالحقيقة يعني لما اجي اتكلم على كل عملية من دول يعني هتلاقي في عينيا نظرات حب للعملية دي، لان العملية طب مرضى بيسألوني ساعات دكتور ياسر ايه العملية الاعظم؟ اقول لهم ده سؤال غلط، هي العمليه الاعظم في انهي مريض؟ في مريض مناسب بالظبط كده. اظن فاكر دكتور ايمن كنا في كليه الطب زمان كان بيعلمونا العلاج المناسب في المريض المناسب. تيلور ثيرابي بالظبط كده، تيلور ثيرابي. لكن ممكن علاج قوي جدا في مريض غير مناسب، خلاص يبقى ما ينفعش. فالتكميم عمليه لها ناسها، تحويل المسار المصغر لها ناسها، ثنائي التقسيم لها ناسها، وعظمتها انها تجمع ما بين الاثنين، تجمع الناس بتوع التكميم وتجمع الناس بتوع تحويل المسار المصغر. عشان كده قلت طب اختار عمليه تعمم واحنا مغمضين عينينا، طبعا ثنائي التقسيم، لان عمليه تجمع مميزات التكميم مع تحويل المسار فتناسب المرضى الاثنين. وبرضو هنعمل النهارده زي ما حضرتك قلت من شويه المقارنه النظريه بين الثلاثه، وبعدين هنشوف بقى المرضى وهما بيتكلموا عن طبعاتهم عن الثلاثه، ومش هننسى نتكلم عن التخدير يا دكتور ايمن، لان انا جايب لك النهارده معجزه تخديريه هي انا ماليش فيها اي شكر، اللي يشكر فيها اساتذه التخدير اللي خدروا هذا المريض، وفي معانا الدكتور اشرف استاذ معانا في عين شمس، الحقيقه عمل معجزه تخديريه بكل المقاييس وهحكي لحضرتك عليها. وانا يعني 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 بعد ما العيان خرج من العمليه جابوا لك بنفسه فيديو منه يكلمك عن انطباعه في العمليه وبعد المعجزه دي ما حصلت، وان العيان ده رافضين يتخدر وعنده سكر وسمنه وعايز يعمل تحويل مسار، مفيش اي مشكله في اجراء العمليه. رفض بقاله سنتين بيرفض ناس عمالقه من عمالقه التخدير تخدير هذا المريض، فلما عرضته على طاقم التخدير اللي معايا والتيم بتاعنا وقبلوا ان هم يخدروه والحمد لله العيان اتخدر وخرج من اوضه عمليات بسلام. والمعجزه بقى ايه؟ ان العيان انا كنت قايل له قبل العمليه انت 100% رايح العيان مركزه. اقسم بالله ما دخل رعايه المركزه وطلع على الاوضه بتاعته. فانا الحقيقه يعني بعد عندما خلصنا عمليته انا سافرت العين السخنه خدت يومين اجازه استمتاعا بالانجاز اللي حصل الحقيقه. هنبقى نشوف الحقيقه، بس الاول نتكلم على التكميم وبعدين نروح لهذا المريض المهم جدا اللي ممكن عائق، كلمه مش نافع للتخدير ده يكون عائق امام الجراحات. لسه كنت بكلم واحد صديقي عنده سمنه مفرطه فقال لي انا دلوقتي عندي مشاكل وعندي في القلب وبتاع، فهو برضو الناس عندها اعتقاد اللي عندها مشاكل تمنع التخدير بشكل او باخر ممكن جدا ما يدخلش عمليات. في مشاكل لكن هنشوف ده كنموذج. لكن التكميم ما هي ميزة التكميم؟ التكميم هي المعيار الاشهر لعمليات السمنة في العالم. هذه العملية تجرى في مرضى السمنة والسكر الاثنين معا بس بثلاث شروط يا دكتور ايمن. الشرط الاول ان المريض ما يكونش اكل سكريات، مش مدمن اكل سكريات. اتنين ما يكونش عنده ارتجاع في المريء، حموضة وحرقان وكلام من ده. رقم تلاتة ان يكون نفسيا سوي انه هيوعدني ان بعد العملية هياكل اكلات بسيطة عشان ما يوسعش العملية تاني. وانا على فكرة بكتب لهم على الورقة بتاعت المتابعة حديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع واذا كنا لا نشبع. اذا مشيت على هذا الحديث هتستمر معاك العملية طول العمر. هي ببساطة شديدة جدا بنعملها بالمنظار طبعا،
بنفتح 3-4 فتحات صغيرين في البطن، خش بالمنظار وبنعمل زي ما بين الصورة قدامنا كده، بنيجي عند نهاية المعدة ب2-6 سنتي وبنبتدي نستخدم دباسة جراحية متقدمة ونعزل 80% من المعدة، واللايت ما بنطلع بموازاة المريء فوق زي ما حضرتك شايف، بقت المعدة عاملة زي الكم، كم القميص، أو عاملة زي الموزة زي ما حضرتك شايف. هذه العملية بتعمل للمريض حاجتين، الجزء اللي شلناه بيقلل كمية الأكل في المعدة من 3 لتر إلى 100-150 سنتي أكل فقط، يعني بتقل أقل من الخمس. الحاجة التانية كمان يا دكتور أيمن، إن هذه العملية الجزء اللي احنا شلناه ده بيطلع منه هرمون الجوع اللي هو اسمه الجريلين، والحمد لله السادة المشاهدين بقوا حافظين معانا الكلام ده، فحاسة الجوع بتبقى مهذبة جدا وبتقل. فبيحصل حاجتين، حاسة الجوع بتقل، كمية الأكل داخلة بتقل، بتلاقي العيان سكره يتظبط، يبتدي وزنه كمان يتظبط. الحاجة التانية كمان إن الأنبوبة دي نزول الأكل منها بسرعة على الأمعاء بيستحث الأمعاء إنها تطلع مجموعة هرمونات اسمها الإنكريتينز، جي ال بي والجي أي بي والواي واي والجلوت والحاجات دي كلها، بتطلع على الدم تشتغل كانها انسولين وتنشط البنكرياس وكانه زرع بنكرياس. هذه العمليه هي العمليه الاشهر على مستوى العالم، ما يفضلش اجراءها في المرضى، انا بعيدها المره الخمسين عشان الناس تحفظ معايا اكل السكريات بشراهه. المريض اللي مش هيضمن نفسه في ان هو يتحكم في شهيته بعد العمليه. الحاجه الثالثه كمان ان المريض ده ما يكونش عنده ارتجاع في المريء. ولكن دلوقتي بقى حديثا في عمليه جديده اسمها انتي ريفلكس سليف، لو عايزين نعملها العيان ممكن نعملها، بس بشرط انك انت تديها له الفتحه بتاعت الحجاب الحاجز عشان تقلل ارتجاع المريء. هذه هي العمليه الاشهر في العالم، والنهارده الحمد لله بقينا نجريها في تلت لنص ساعه بالكتير جدا، وهي العمليه الابسط، فيش نقص فيتامينات، بندي العيان نقص بندي العيان شويه فيتامينات في الاول على الاقل 6 شهور، ولكن مفيش نقص فيتامينات لسبب ان الاكل بينزل على الامعاء كامله، فما بيحصلش فيها نقص فيتامينات، ولا العيان بينزل وزنه الى اوزان مخيفه ان هو يبقى وزنه اقل من الطبيعي. وهي عملية أيضا تناسب كثيرا من المرضى اللي لازم يبقى التخدير بالنسبة لهم عليه بريكوشنز، لأنها أسرع لسرعتها. عملية بتتعمل في تلت ساعة، فلو كان دكتور التخدير زي ما حضرتك قلت قال عايزين ننجز عملية أسرع، تبقى هي الأنسب في هذا الوقت لسهولة إجراءها وسرعة إجراءها. عظيم. وإن كان برضو المريض اللي احنا هنشوفه دلوقتي هو عمل عملية تحويل المسار، بس تعالوا نشوفه مع بعض تجربة التخدير. هي الفكرة كلها إنه التخدير تقدم مذهل جدا، لدرجه انه بقى نقول انه من الصعب، مش من السهل، من الصعب ان احنا نشوف مريض دلوقتي غير قابل للتخدير. ممكن نلاقي مرضى ما ينفعش التخدير بالنسبه لهم ريسك، ده علميا موجود، لكن تقلص العدد كثيرا جدا. تعالوا نشوف مع بعض. انا اسمي سعد عبد العزيز من سراي، وكان عندي سكر 380 وعندي مشاكل كثيره في التنفس وعندي صعوبه في جهاز التنفس وعندي مشاكل في العظام، المفصلين منتهين وبشكي من الصدر لفتره حوالي 10 سنين، ورحت لدكاتره كثير وكل الدكاتره نصحوني ان لازم اعمل تخسيس، وتعرضت على دكاتره كثير كل الدكاتره تقول ده مشكله البنج عندك مشكله خطيره ولو تعرضت للبنج هتموت على طول. رحت له وعرضت عليه مشكلتي قبل ما يكشف وقبل ما اعمل اي حاجه خالص، وقال مشكلتك دي اقول يا رب ان شاء الله هتروق منها وهتخف مني. وبفضل الله سبحانه وتعالى عملت العمليه وكان وزني 112.5 وحاليا 96 كيلو في خلال 20 يوم. والسكر الحمد لله انتهى، كان السكر بتاعي 360 و380 حاليا 135، وبفضل الله سبحانه وتعالى السكر اختفى والضغط اختفى وعلاج المفاصل ابتدى الوزن يخس مع المفصل، والحمد لله بقيت افضل واحسن. وبالنسبه للكحه، الكحه دي كانت اكح لمغزى يجيب 5 صدور لفوق، العيال يصرخوا ويبقوا عليا كده، والحمد لله الكحه دي راحت خالص والنفس اتحسن كثير كثير كثير، والحمد لله يعني افضل. مشاكل ومضاعفات السمنه واضحه جدا في صديقنا العزيز. العيان اللي انا حضرتك عرضته ده
ده جاي للعياده قاعد مش عارف ياخد نفسه، كان مخنوق وقاعد قدام على الكرسي والراجل قاعد بيعيط بيقول لي انا بلف بقالي سنتين عايز اعمل العمليه مش قادر، بيقول انا بنام بالليل باجهزه وحاجات. فالحقيقه انا قلت له بص انا جراحيا اجري لك العمليه، انا ما اقدرش اوعدك ان اعمل لك العمليه، هنعرضك على استاذ التخدير. وها انا عرضته عليه وكان عندي احساس قوي جدا، طبعا عملت له وظائف التنفس وعملت له غازات في الدم وكل اللي انت عايزه، وكان عندي احساس 99 انه هيرفض. فوجئت بيه ان هو ما شاء الله قبل بسهوله جدا جدا جدا. دكتور استاذ التخدير، استاذ التخدير دكتور اشرف حازم استاذ معانا في المستشفى. الحقيقه الراجل طبعا شكر وتحيه للدكتور الاستاذ دكتور اشرف حازم على اساس ان هو اكيد ده تطور طبيعي في التخدير واجهزته العالميه دلوقتي. بالظبط يا فندم. انا فوجئت انه قبل بسهوله جدا. قلت له طب هنعمل ايه؟ قال لي سيبها على الله، حتى ما اديش تفاصيل. يعني هنعمل ايه حضرتك؟ الراجل ده هنخدره وهنصحيه ازاي؟ قال لي سيبها على الله. فاهم قصدي ازاي؟ بعد كده هي جمله جميله بس تعني الثقه في الامكانيات وفي ربنا سبحانه وتعالى اللي هيقف جنب الامكانيات اللي انا ذكرتها. بالظبط. خلصنا العمليه الحمد لله ما خدتش ساعه ساعه وربع، طلعنا من العمليه تحويل المسار. طيب يا دكتور اشرف العيان ده هيطلع على رعايه ولا على اوضته؟ قال لي سيبها على الله. كان ماسك لي الكلمه دي مياه. بعد شويه قال لي العيان في اوضته جميل جدا وقاعد وزي الفل والحمد لله. طب تحويل المسار ومنها الى ايضا تكميم وتحويل المسار الباي بارتيشن او ثنائي التخصيص. الاثنين دول المقارنه بينهم تحويل المسار هي الجولدن ستاندرد، هي المعيار الذهبي واعظم عمليات جراحه السن. تمام. عمليه تحويل المسار المصغر برضو هي زي ما حضرتك قلت كده هي المعيار الذهبي لعمليات السكر والسمنه في العالم. هذه العمليه برضو بتجرى بالمنظار. هذه العمليه كل اللي بنعمله فيها بنفصل جيب من المعده زي ما حضرتك شايف كده على بعد يعني في الناحيه الشمال من المعده، وبعد كده بنجيب الامعاء على بعد 2 متر او 2 متر ونص من بدايتها ونوصلها بالجيب ده. هذه العمليه يا دكتور ايمن بتدي العين اربع حاجات: واحد هرمون الجوع بيقل، اثنين كميه الاكل داخله بتقل، العظمه بقى ان امتصاص السكريات والدهون بيقل بنسبه 75 ل 80%، وبعدين بيطلع من الامعاء الهرمونات النافعه اللي قلنا اللي هي الانكريتينز اللي بتشفي من السكر بنسبه 80 ل 100%. والعظمه كمان في العمليه دي انها مش بس سكر كسكر، وهي تشفي من الامراض المصاحبه للسكر بنسبه تقترب من 100% او على الاقل بتقف عند وضعها الحالي. انت عارف ان حضرتك مرض السكر والسمنه مصاحب لهم 52 مرض تانيين بالظبط، عديتهم طلعوا 52 على العين وعلى الكلى وعلى القلب وعلى الاطراف وعلى وعلى وعلى، بتقف كلها على الاقل عند الحد ده وما تزيدش مره تانيه. هذه العمليه هي المعيار الذهبي زي ما حضرتك شايف. هذه العمليه تجرى في مرضى السكر والسمنه اللي هو زياده 30 كيلو وممكن كمان 20 كيلو فوق وزنهم، ولو عين عنده ارتجاع بقى في المريء بيقل. ليه؟ لانك انت بتعمل انبوبه طويله من المعده وبتوصلها الامعاء من تحت، فبيحصل ان الضغط جواها بيوطى عكس التكميم، فتلاقي العيان لو كان بيشتكي من ارتجاع في المعده ممكن الارتجاع ده يتحسن كثيرا بعدها. لو العيان ده برضو من اكل السكريات تناسب هذه العمليه وتناسب مرضى السكر طبعا. هذه العملية العملية الرائعة وهي المعيار الذهبي. ولكن والله دكتور أيمن أنا هقول بس حتى على العمليتين اللي فاتوا عن طريق انطباعات خاطئة من المرضى، أنا بعتبرها خاطئة وعشان كده لا أمل من تصليحها. يعني في نقدين بتوجهوا العملية دي وعملية التكميم على لسان المرضى وحاول الرد عليهم. اللي أول حاجة عملية التكميم الرد عليها يقول لك إن العيان ممكن يرجع وزنه يزيد بعد سنتين تاني. ده بيحصل يا فندم في ثلاث أحوال: غلطة عند الجراح أو غلطتين عند العيان، لو تفديناهم ما يحصلش. إن الجراح يعمل عملية واسعة زيادة عن اللزوم فممكن توسع بسهولة، ودي الحمد لله بنقدر عندنا مقاس معين بنقيس عليه وبنفصلها حسب وزن العيان. رقم اتنين إن العيان ياكل سكريات. رقم ثلاثة إن المريض ياكل بعد الإشباع. يعني أنا برضو مش قادر أفهم، يعني شوف وشي فيه نرفزة، يعني هات شبعت يا فندم، انت شبعت مخالف للسنه، انت تقوم قبل الشبع. طب هنفترض لغايه الشبع، لا بيشبع وياكل بعد الشبع تاني. المعده دي انها مش حاجه حديد، دي مطاطيه بتتمط مع الوقت، تاخد لها سنتين على ما تطهر. لو انت قدرت انا هديك وعد ان اعملها لك مناسبه لوزنك، اديني وعد انك انت في اول ست شهور لسنه تخف السكريات جدا، بعد سنه
تاكل سكريات بصوره معتدله وبعد كده تاكل لغايه ما تشبع. هذه اول عمليه. العمليه الثانيه اللي هي تحويل المسار المشغل، يقول لك اصل يا دكتور ياسر بناخد بعدها فيتامينات. هذا ليس نقد ولكنه بنقول احتراس. حضرتك ممكن تاخد فيتامينات بعد العمليه، في ناس بياخدوا 6 شهور وجسمهم يتكيف، في ناس سنه، في ناس سنتين، في ناس 5، وفي ناس جسمه لا يتكيف ياخدها طول العمر، لكن مش بياخدها بصوره 10 12 قرص زي ما الناس بتقول، قرص او 2 في اليوم ما يضرش. ولكن بعض الناس بيعتبر ده نقد للعمليه، انا شايفه مش نقد، هو احتراس. حاجه بنقول طب ما انت كنت بتاخد قبل كده 50 دواء للسكر، وكنت بتاخد ادويه للسكر وادويه للقلب، وبتاخد فيتامينات للاطراف وفيتامين بي عشان الاعصاب الطرفيه، ما انت كنت بتاخد كل ده. لما بتاخد النهارده قرص او 2 وانت سليم، ايه اللي زعل في كده؟ لا، وهي مساله مقايضه، يعني اشياء معينه بتتوازن. بالزبط. انا بكسب ايه قدام العمليه دي، وايه المطلوب مني؟ بس بالزبط. يعني ايه المطلوب مني؟ بالزبط. لو مطلوب مني قرصين ده مش مطلوب، ده حاجه رفاهيه جدا بالزبط. بالنسبه بالزبط. للمريض. لكن بالزبط. المقايضه بقى هاخد ايه؟ هاخد جسم كويس، هاخد صحه كويسه، هاخد سكر مختفي، هاخد ضغط انضبط، هاخد وزن رجع، مفاصل اتظبطت، صحه كويسه، لياقه، قدره جنسيه جيده، قدره انجابيه جيده. شفت انطباع الراجل اللي كان قاعد ده بتاع التخدير اللي كنا بنتكلم عليه؟ والله العظيم يا دكتور ايمن انا بس يمكن فاتني ان كنت اصوره فيديو واجي لي تعبان العياده. لازم قد ايه؟ لازم طبعا لازم قبل وبعد. انطباعه وقاعد وسعيد، ويعني حاجه جميله سبحان الله. طيب، واحنا بنشوف ثنائي التقسيم قبل ما نتكلم عنها بالتفصيل، السياحة العلاجية احنا هنشوف صورة ليها. مريض مصري مقيم في استراليا تحول من طبيبة شهيرة جدا في استراليا، هي جوليا أوبراين. جوليا أوبراين حولته لحضرتك عشان يجري عملية ثنائي التقسيم تحديدا. تعالوا نشوف مع بعض شكل من أشكال السياحة العلاجية اللي احنا بنسعى ليها طبعا، ونشوف ماذا فعلته البايبرتيشن جاستريكتومي ويز بايباس، صح كده؟ تمام، تعالوا نشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي احمد ناصر، انا عندي تايب 2 دايابيتس، ولما جيت هنا للدكتور ياسر شرح لي عن عمليه ثنائي التقسيم اللي هي تكميم معده مع تحويل المسار في نفس الوقت. انا جربتها بقالي 18 يوم عامل العمليه دلوقتي، كان وزني 101 كيلو، نزل دلوقتي تقريبا 90 كيلو، يعني 11 كيلو في 18 يوم، دي نتيجه ممتازه جدا. ولما كلمت دكتورتي في استراليا دكتوره اسمها جوليا أوبراين، قالت لي خلينا في ثنائي التقسيم. نتيجة السكر ما طلعش عندي فوق 110، من يوم ما عملتها كان سكري دايما يطلع ل 400، يعني نتيجة ممتازة 100%، انا راضي عنها تماما تماما تماما. شيء ممتع جدا، احنا شفت مريض عنده كان سكر 400 بقى سكره 110 105، ده حاجة جميلة جدا جدا. الحمد لله. الحمد جدا. لله. الحمد لله. طيب، احنا بنتكلم على عمليات السمنة سواء تحويل المسار او ثنائي او باي بارتيشن، عايزين نروح برضو نشوف مريض تاني اجرى او مريضة اجرت العملية بعد العملية بفترة زمنية قصيرة مش كبيرة، ثم بعدها فترة اطول شوية. هي كانت المريضة دي على فكرة كان في 2 مرضى هم بعتي رسالة لحضرتك، يعني بيشكروك وبيحبوك قوي على فكرة. كانوا جم عندنا قبل كده هنا في البرنامج، قابلناهم تاني يوم العملية، والاثنين اجروا عملية تكميم تحويل مسار ثنائي التقسيم اللي هنشرحها دلوقتي ونقول مميزاتها سريعا. فجم بعد العملية ودلوقتي بعتلك لك رسالة تانية بعد العملية بفترة، انطباعهم عن الاستمرارية بعد العملية، فبعتلك الرسالة دلوقتي ليه انا؟ لحضرتك قالوا احنا الفيديو ده بعته للدكتور ايمن عشان نوصل له انطباعنا عن العملية بعد ما عملناها بفترة قليلة وبعدين بفترة متوسطة. هنسمع كلام علمي من المرضى، وده شيء رائع جدا، دي رسالة حلوة قوي، تعالوا نشوف مع بعض. أنا كنت كلمت معاكم قبل كده في موضوع العملية اللي أنا عملتها، أنا اتقابلنا مع بعض من 18 يوم بعمل عملية التكميم مع تحويل المسار ثنائي التقسيم، وطبعا أنا دلوقتي عند الدكتور في العيادة أو المتابعة ليا بعد العملية 18 يوم من إجراء العملية دلوقتي. الحمد لله أنا جيت دلوقتي الدكتور اطمن عليا ووزني، نقصت طبعا 12 كيلو في 18 يوم، وده كان حاجه جميله قوي بالنسبه لي، اول مره انزل الحجم ده في الفتره الصغيره دي، وطبعا حاسه بفرق كبير،
خاصة هما 12 كيلو بس، بس الفرق كان كبير بالنسبة لي. أنا كنت باخد حبوب للضغط، الحمد لله دلوقتي مش منعتها، بس على الأقل حباية في ال 18 يوم دول كلهم خدت حباية واحدة. طبعا كان ضهري بيوجعني برضو، الضهر الحمد لله دلوقتي بدأ يخف. الملابس وانا جايه للدكتور النهارده كلها متغيره كلي وجزئي، فطبعا دي حاجه سعداني جدا، وانا ماشيه النهارده من عند الدكتور سعيده جدا جدا. وكل الاعراض بتتحسن بعد كمان، او كتير من الاعراض بتتحسن بعد الانتقاص الاولاني في الوزن. ال 12 كيلو الاولانيين دول بيخلوا الواحد نفسه يتحسن، ركبته يتحسن، سكره يتحسن، ضغطه يتحسن، يعني لسه ما وصلش للرقم بتاع ده في 18 يوم بس، لا لما بعد 3 4 شهور هنوصل لشكل بقى مختلف. هنبقى كمان المساله بالنسبه لنا مساله شكل بقى، شوف ترهلات، نشوف الوزن، نشوف الحاجات دي كلها. هنشوف برضو مريضه ثانيه ونعود مره اخرى لشرح، ومريض ثاني نشوف ال- 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 الشكل بقى بتاع البايبرتيشن جاستريكتومي ويز باي باس، ده الاسم العلمي صح كده؟ تمام. تعالى نشوف مع بعض. انا احمد رأفت، كنت قابلت حضراتكم قبل كده في تاني يوم عمليه تكميم المعده مع تحويل مسار ثنائي التقسيم. النهارده بعد 12 يوم من العمليه انا جاي بعمل متابعه مع الدكتور ياسر. الحمد لله نزلت 12 كيلو، وبصراحه في ال 12 يوم دول انا حسيت ان حياتي اتغيرت وتحولت 180 درجه. قبل العملية كنت بحكي لدكتور ياسر، أنا كنت ببقى قاعد عندي 35 سنة ومستني إن أنا أموت، خلاص أنا مش عايز أعمل حاجة في الحياة. النهاردة أنا مستني بعد العملية الوقت اللي أبتدي فيه حياتي في الجيم بقى، وأقدر أبتدي حياتي من جديد، أعيش حياتي من جديد. قبل العملية كان وزني 175 كيلو، أنا دلوقتي 163 كيلو. يمكن ال 12 كيلو دول يكون وزن قليل في نظر الناس، بس هو ان انا انزلهم في 12 يوم واسمي لسه ما بداتش الرجيم او حاجه، ومش محتاج ان انا ابتدي رجيم. دي حاجه كبيره قوي تحيي الانسان. ال 12 كيلو دول فرقوا معايا في حاجات كتير، في لبسي، في نومي، في حياتي، في طلوع السلم. انا كنت بطلع السلم بعد السلم، انا ساكن في تاني دور، كنت اعد السلالم واعمل نفسي بسلي نفسي في السلم، في حين ان انا ما كنتش ببقى قادر اطلع السلم. دلوقتي انا بطلع السلم الحمد لله مش محتاج اخد اي راحات في النص. الهدوم اللي بلبسها صدرت عليا، انا الهدوم دي كنت شايلها من 6 سنين من قبل الجواز، ما كانتش تدخل فيا، بس دلوقتي بقى لها عوزه يعني وبقت تدخل فيا. بجد عمليه تكميم المعده مع تحويل مسار ثنائي التقسيم هتفرق في حياه ناس كتير، وهتفرق في حياه الشخص اللي هيعملها. دايما انا عندي اصرار ان المريض افضل من يتحدث عن جراحات السمنه، اما المريض نفسه هو افضل من يتحدث. استاذ احمد رأفت يعني راجل متكلم ومفوه وراجل مقبل جدا على الحياه دلوقتي، يقول لك انا منتظر الجيم، منتظر وقت الجيم، ده شيء رائع. هدومي اللي كنت ما بتدخلش فيها دلوقتي بقى خلاص بلبسها ولها عوزه، قال لك لها عوزه. ما تبرموش حاجه، كل حاجه ليها عوزه. ايه الفوائد اللي هياخدها مريض السمنه، سكر، ضغط، من باي بارتيشن جاستريكتومي ويز سليف باي باس او ويز باي باس؟ عمليه تكميم مع تحويل مسار ثنائي التقسيم هي زي ما قلت لحضرتك هي المعيار السحري دلوقتي، والفخار والنضج والعظمه في عمليات السكر والسمن على مستوى العالم. ولو بصينا على الصوره بتاعتها يا دكتور ايمن، هي ببساطه فكرتها ان احنا بنعمل تكميم معده عادي زي اللي قلناه، وبعدين نجيب الامعاء نوصلها بالجزء اللي احنا كممناه ده. فالعمليه دي بتجمع مميزات العمليتين مع بعض. اولا انا عملت التكميم، فده هيديني الاحساس بالشبع. رقم اتنين، كميه الاكل داخله بتقل. التكميم بيبقى جواها لانها انبوبه مقفوله من تحت في فتحه البوابه، يبقى الضغط جواها عالي. لما الضغط جواها بيوطى تيجي، احنا وصلناها تحت، اولا ده بيخلي العمليه اكثر امانا. هي امانها 99% والحبه 99.5. ليه؟ لان عشان الضغط جواها واطي، فبقى نسبه حدوث تسريب لا قدر الله منها تكاد تكون منعدمه. والحاجه الثانيه كمان ان العمليه لما الضغط بيوطى جواها بيقلل ارتجاع المريء اللي كنا اتكلمنا عليه. رقم ثلاثه، ما توسعش على المدى البعيد حتى العيان لو كل كميات زياده، لان الضغط جواها واطي فما بتزيدش. اذا هذه العملية
احيت شباب عملية تكميم المعدة واديتها افاق اعظم واديتها عظمة، وحتى النقد اللي كان بيوجه اليها النقد ده قال ليه؟ لو العيان حتى كل سكريات مش هتمتص انها هتنزل في الجزء الاربعة متر بتوع الامعاء اللي تحت. رقم اتنين حتى لو كل زيادة مش هتوسع، فهي ادت التكميم عظمة زيادة عن عظمتها. هذه العملية فكرتها ببساطة عملنا التكميم ووصلنا بالامعاء. طب دي بتدي ايه؟ بتدي نفس فوائد تحويل المسار برضو. طب فوائد تحويل المسار لايه؟ كمية الاكل قل، هرمون الجوع قل، امتصاص السكريات والدهون قل، وبتطلع الهرمونات النافعة للبنكرياس. طب الاكل بقى لو بصينا على الرسمة الجميلة دي، الاكل بينزل لو بصينا على الاسهم من المعدة قدامه طريقين، 80% من الاكل بينزل على الاربعة متر الاخرين من الامعاء، وحوالي 20% بينزل على الفتحة الطبيعية بتاعت ربنا اللي هي فتحة البوابة. اذا هنا جمال العملية دي في ايه بقى؟ ان انا بستخدم كامل الامعاء، ما لغتش ولا سنتي من امعاء المريض. اذا تلت الاكل ماشي على اول 2 متر والتلتين ماشيين على اخر 4 متر وبيلتقوا في الاخر مع بعض. اذا هنا الحاجة الفيتامينات بتبقى اقل من عملية تحويل المسار طبعا، وعشان كده العيان بياخد فيتامينات لفترة محددة وبعد كده بياخد قرص او اتنين فيما بعد. ودي حلت المشكلة بتاعت المرضى اللي هم تطلع تنزل هم مش عايزين ياخدوا فيتامينات، فدي حلت المشكلة بالنسبة لهم، بياخد فيتامينات ما بياخدش او بياخد كميات اقل بكتير من تحويل المسار. هذه العملية على فكرة تناسب جميع الاعمار، وانا اجرتها يمكن اقل واحد اجراها عندي 15 سنة 22 سنة لغاية ناس فوق الستين كمان. فدي هي المعيار السحري في عمليات السمنة. ويمكن الحتة اللي كنت عايز اضيفها كمان لحضرتك، في احنا اتكلمنا عن طبعا العمليات كلها النهاردة اللي هي بقى المريض بتاعنا ما بنبخلش عليه باكثر عمليات تقدما، رقم اتنين برضو باكثر الالات تقدما. انا عايز بس اضيف حته صغيره النهارده في العمليات الثلاثه، نزل في العالم دباسه حديثه، اول ما نزلت نزلناها مصر، يعني دي الدباسه اللي احنا كنا وريناها قبل كده، دي اسمها الدباسه اليونيفرسال، رائعه وبتستخدم وجميله جدا. نزل بعدها حاجه اسمها الدباسه الالترا، دي الدباسه الالترا، حتى لو بصينا هنا لو قارنا الدباستين مع بعض، دي هنا لونها اسود، دي هنا لونها معدني شويه، لو تلاحظ في خلاف برضو في الزرار بتاعتها شويه من هنا ومن هنا، دي بتديها قوه جامده جدا في انها تمسك على الانسجه، تمسك على الانسجه ما تسيبهاش، وبتدي قوه للدبابيس اللي بتمسك. ودي الدبابيس الثلاثيه اللي بنستخدمها، كان زمان عمليات سمنه مخيفه ليه؟ بيبقى في صف دبابيس على المعده، فالعين كان بيخاف لو فك دبوس يحصل تسريب. النهارده بنستخدم الدباسه الثلاثيه، لو بصينا كده من جوه هتلاقي في حز جوه كده يا دكتور ايمن، ده السكينه اللي بتقطع على يمين وشمال الحز ده، في ثلاث صفوف دبابيس بيدبسوا المعده، فبنسبه امان تصل 99%. والدباسه اللي انا ماسكها دلوقتي دي اسمها الدباسه الالترا، هي احدث دباسه في العالم، والحمد لله عندنا في مصر هنا بنستخدمها زي ما حضرتك شايف. ودي الدباسه اليونيفرسال جميله ورائعه، لكن احنا ما نبخلش على المرضى بتوعنا باحدث حاجه بتوصل لنا. الحاجة الأخيرة يمكن البعبع اللي كان بيخوف الناس وبعدها مرة تانية للسادة المشاهدين طلبوا مني أن أعيدها لهم، اللي هي حكاية بيخافوا من التسريب. بعد ما عملنا أي عملية من التلاتة بنمشي زي ما قلت قبل كده الكاميرا مان بتاعي، بنمشي انا وهو دبوس دبوس نراجعهم دبوس دبوس، نثق ان كل دبوس ماسك في مكانه. وبعد كده يمكن السرنجتين اللي انت حضرتك شايفهم دول ببساطه دول بيفرقوا مع العيان جدا، سرنجه مليانه هواء وسرنجه مليانه ماده زرقاء اسمها الميسيلين بلو. فبنعمل اولا بنشوف الدبابيس بعينينا، رقم اتنين بنحقن جوه المعده هواء واحنا شايفينها بالمنظار قدامنا، نغرقها بمحلول ملح ونبص لو في اي بقلاله بسيطه، وبعد كده نحقن الماده الزرقاء دي ونشوف كل الدبابيس ان مفيش تسريب ولا نقطه زرقاء من بينهم. وبكده يبقى احنا يعني وصلنا لمعدلات الامان اللي يرتضيها ربنا وضميرنا. يعني في نقاط مهمه جدا في العمليات، طبعا نقاط بيسموها النقاط النقاشيه العلميه، النقاشيه العلميه دي ليها موقعها المهم والمحترم جدا، سواء داخل السيمينارات العلمية أو داخل الجامعة أو حتى في البرنامج وإحنا بنتكلم في نقاشات علمية. لكن لا يهمنا على مستوى الإعلامي هو أن نوصل إلى أنه سواء التكميم أو تحويل المسار أو أي نوع من الجراحات، هي في النهاية هدفها في مرض السمنة المفرط أنها بتغير طبيعة حياته،
تقلب المريض من انسان عنده مشاكل عديده جدا الى انسان اخر ما عندوش هذه الكم من المشكلات، تحسن مظهره وتحسن حياته. هذه هي النقطه الاعلاميه المهمه جدا، النقطه الثقافيه الاهم في حواراتنا. في تفاصيل تانية بقى مهمه قوي في الامتصاص وطبيعته، هل بتمتص كله، والفيتامينات هناخدها مدى الحياة طب مدى الحياة بنفس الكم ولا بيقل الكم، طب المعدلات قد ايه، طب امتى، طب ازاي، ده كل ده نقاشات. مش هو ده الـ قدام عظمة الجراحة والنتائج المبهرة فيها اللي هنقف قدام. وانا دايما عند كلمتي، الجراحة افضل واهم واكثر افادة للجنس البشري عندما يكون محتاجها، من احنا نقف قدام الجراحة نقول اصل احنا هناخد فيتامين ولا مش هناخد ولا ناخده قد ايه ولا الكلام ده مش منطقي. حتى مع جراحة بتغير بني آدم عنده 52 مرض محتمل، منهم أكيد 4 أو 5 موجودين دلوقتي، إلى إنسان ما عندوش هذه الكمية من الأمراض. نورتنا يا فندم. ربنا يخليك دايما، انا كنت سعيد جدا و تأبدعت. ربنا يخليك وبرنامج لحضرتك المحترم. انا بس باكد لك حاجه، ان هو قدر ينجح في في في, في وده في ميزان حسناتك الحقيقه بجد. والله بحلف بالله، والله 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 ما بقولها مجامله، ان كذا مرضى الاسبوع ده يقولوا شكرا الدكتور ايمن ان هو قدر يوصلنا ليك، يعني احنا كنا هنعرفك منين او هنشوفك فين. فالحمد لله لما يكون المريض انا اذيت له جميل وهو بيرى ان انت كنت السبب ان هو يقدر يوصل لي، فهي كلهم يوصلك شكرهم انك قدرت توصل لهم، وانك قدرت توصل في استراليا وناس يجونا من استراليا. فده نجاح للبرنامج، انا سعيد بيه جدا وسعيد اني بنضم لوسط البرنامج مع حضرتك. ده احنا اللي سعداء بانك انت تلبي دعوتنا وتشرفنا وبنتابعك معانا، وسعيدين بان احنا نحصل على زي ما بيقولوا العلم من كاريزما خاصه، طبعا رجل اكاديمي من الطراز الاول وجراح كبير الاسم طبعا القدير استاذنا الدكتور ياسر ابراهيم، كان مبدعا كالعاده في الناس الحلوه. خليكم انتم مع الناس الحلوه.